بتشرف جدا بوجودي معاكم النهارده، شكرا ليكم. طيب خلوني استغل فرصه ان انا واقف معاكم هنا واسالكم سؤال بخصوص حاجه كلنا بنسمع عنها اليومين دول. سمعت عن موضوع القرض بتاع البنك الدولي اللي احنا بقالنا سنه ونص سنتين بنتفاوض فيه؟ اوكي. اللي فيكم شايف ان القرض ده مش هو اللي هيصلح الاقتصاد يرفع ايده. زي ما انتوا بقى 10-2 البنك المركزي، شكرا. طيب اذا ما كانش ده، ايه اللي ممكن يصلح الاقتصاد او ايه اللي ممكن ينقذ البلد؟ وانا بحضر للتوك ده كنت بتكلم مع بعض من اصدقائي، بقول لهم ايه رايكم، انا عايز اتكلم على رياده الاعمال واتكلم عن انتربرينور شيب وتنشيط القطاع الخاص. والحقيقه كان رد فعلهم مشجع جدا. هو اخر واحد ما فهمش السؤال غالبا، بس كتير منهم قالوا لي، وبعضهم موجود كمان، كتير منهم قالوا لي يا محمد يعني تاني احنا بقالنا سنين بنتكلم في رياده اعمال وبنعمل مسابقات وستارت اب كومبيتيشن ومش عارف ايه، وبقالنا سنين بنتكلم ونقول جوجل القادم هيبقى طالع من الجامعات المصريه ويمكن يكون من حد من المدرج ده، وده صحيح. لكن ابتديت افكر طيب ايه اللي احنا بنعمله غلط واحنا بنتكلم على رياده الاعمال؟ خلوني قبل ما اقول لكم الاخطاء اللي احنا بنعملها اقول لكم ليه مهم جدا ان احنا نشتغل بشده على موضوع تنميه القطاع الخاص. دلوقتي الدول المتقدمه الشركات فيها توزيعها كالتالي. في البدايه عندنا عدد كبير من الشركات متناهيه الصغر، هي المايكرو انتربرايزز. عندنا اكتر كمان شركات صغيره ومتوسطه، هي الاس ام ايز. وبعدين اقل الشركات الكبيره. الدول الناميه فيها حاجه غريبه جدا. التوزيع شكله كده. عندنا عدد كبير جدا من الشركات المتناهيه الصغر، وبعدين في جاب اللي بيسموه المنتصف الضائع او الميسنج ميدل. فالجاب دي ان هي الشركات دي مش عارفه تكبر تبقى اس ام ايز، وبعد كده في شركات كبيره، وبالتالي لازم نفكر ايه اللي بيحصل والشركات دي راحت فين. ثلاث اخطاء بنعملها واحنا بنتكلم على موضوع رياده الاعمال، ويمكن ده اللي خلى الناس كانت مش مقتنعه قوي بموضوع التوك اللي انا كنت بحضره. الحاجه الاولانيه احنا بنركز على قطاعات معينه. يعني الحقيقه كلنا هنا متهيألي شفنا مسابقات رياده اعمال واتكلمنا في ستارت اب كومبيتيشنز وبتاع. الصوره دي كانت من المسابقه بتاعت جامعه ام اي تي للشركات الناشئه العربيه. والاعلان بتاعهم ميت ذا نكست ستيف جوبز. ماشي. ده شيء مهم، بس الفكره ان احنا فكرنا كله بندور على الشركات سريعة النمو، بنركز على شركات تكنولوجيا، وده شيء ممتاز وده شيء أنا كمان بشتغل عليه بشدة. بشتغل على شركات المعرفة، بس الاقتصاد فيه أكتر من دول، إحنا بنتناسى جزء كبير قوي من الاقتصاد. الحاجة التانية أنا ماسك الكليكر بالمشقلب. الحاجة التانية إن عندنا مشكلة مؤسسية. تعريف البنك المركزي المصري مثلا للمنشآت صغيرة متوسطة ألا يقل حجم عملها ومبيعاتها عن 1,000,000 جنيه ولا يزيد عن 20. هل من 1 ل 20 مليون مبيعات في السنة، هل الشركات الصغيرة اللي حوالينا اللي احنا بنشوفها اللي احنا بنتعامل معاها مبيعاتها بالشكل ده؟ كتير منهم تحت الرقم ده، وبالتالي ده مجرد مثال عن المشاكل المؤسسية. بس احنا تعرفنا أو بنتعامل مع المشكلة، نسأل السؤال الغلط، نتعامل مع المشكلة الخطأ. والحاجة الثالثة إن احنا بنتناسى الناس دي. بالرغم من اهميتهم، بالرغم من قد ايه كبير القطاع غير الرسمي. لما نقول قطاع غير رسمي بنتكلم على ان هو غير مسجل، يعني ما عندوش سجل تجاري، ما عندوش سجل صناعي، ما بيدفعش تامينات للموظفين بتوعه، وما بيدفعش ضرائب. الراجل ده جزء كبير جدا من الاقتصاد، مع ان الراجل ده لا هو مبيعاته 1,000,000 جنيه من 1,000,000 و20,000,000 جنيه، والراجل ده اللي هو عم توفيق مش ناوي يبقى ذا نكست ستيف جوبز. طيب خلوني اخد وقتكم بس 3 دقايق نتكلم على القطاع غير الرسمي ده شويه. القطاع غير الرسمي ده يساوي 60% من عماله القطاع الخاص في مصر. 60%، 3 من كل 5 بيشتغلوا في القطاع غير الحكومي بيشتغلوا بشكل غير رسمي. ده معناه 10 مليون مصريه ومصري بيشتغلوا في القطاع غير الرسمي. 10 مليون. نصهم بالمناسبه وظائف دائمه. يعني ناس بتعمل شغلها ده كل يوم الصبح. النص الثاني وظائف نقدر نقول انها سيزونال بشكل او باخر. اذا بصينا على عدد المنشات، نتكلم في 85% من منشات وشركات القطاع الخاص
الصغير المتوسط غير رسميه 85%. يعني معنى كده ان كل المبادرات اللي بنعملها بتتكلم في جزء صغير من الشركات الغير متوسطه المصريه، وكمان اذا كنا بنركز على القطاع كمان منها يبقى جزء كمان اصغر من ال 15% الزرقاء اللي قدامكم. طيب احنا كدوله كمؤسسات بنتعامل مع القطاع الخاص مع القطاع غير الرسمي ده ازاي؟ بشكل كبير نتعامل معاه على انه عدو، على انه في صدام، على انه هو مشكله. هو صحيح لا ننكر ان احيانا بيكون في مشكله امنيه، ان في مشكله زحمه زي ما انتم عارفين، ان القطاع ده قطاع كبير ما بيدفعش الضرايب والدوله عايزه تاخد الضرايب، مع ملاحظه طبعا ان الناس دول مش هم الوحيدين اللي ما بيدفعوش ضرايب في البلد. بس احنا بنتعامل معاهم ازاي؟ الحقيقه الاسلوب اللي احنا بنتعامل بيه دايما ثم دايما ثم دايما مع القطاع غير الرسمي، وده كان حاجه من ده كان من 4 ايام بالظبط نفس النظام. رئيس الوزراء يعد برنامج قوميا لمساعده القطاع غير الرسمي. مساعده القطاع غير الرسمي دي بتتلخص يعني بيقعدوا يقلبوها يمين شمال، بس بتتكلم على ان احنا يا جماعه الناس اللي شغاله في القطاع غير الرسمي هنسهل لكم اجراءات التسجيل جدا. يبقى عنده اللي عايز يروح يسجل شركه هيبقى سهل، شباك واحد تملى الورق كذا كذا، وهنديلك اعفاءات ضريبيه بشكل او باخر سنه سنتين 50% على مدى 5 سنين. الشكل بيروح ويجي، بس هو في الاطار ده، في اطار التسهيل ان الشركات في القطاع غير الرسمي تبقى رسميه وتبتدي تدفع ضرائب وتدفع تامينات وهكذا. هل ده شيء ايجابي؟ ايوه ده شيء ايجابي بالنسبه للبلد، لان ده دخل ضرائب وده حمايه للمستهلك، لان كل المصانع اللي بنسميها مصانع تحت السلم دي ما فيش عليها اي رقابه، وبالتالي المشاكل الصحيه اللي بتيجي منها كبيره جدا، وده حمايه للناس اللي بتشتغل في الشركات غير الرسميه لان هيبقى ليهم تامينات. لكن خلينا نفكر، يعني اذا حضرتك صاحبه كشك غير مرخص قد الدنيا وما بتدفعيش ضرايب وغير مسجله اساسا، يعني احنا عارفين ان موضوع ان مصر تهدد انها تقضي على القطاع غير الرسمي ده مش هيحصل. هل منطقيا الدعوه بتاعت سيد رئيس الوزراء دي هتجيب نتيجه؟ ما هي لو كانت جابت في ال 30 سنه اللي فاتوا او ال 40 او الفتره اللي احنا بنفكر فيها بنعيد تدوير الافكار دي. الفكره ما هواش احنا لازم نخرج من فكره التصادم مع القطاع الخاص الصغير، بالذات القطاع الخاص غير الرسمي. لازم نبتدي نفكر في شراكه. الهدف ان احنا نوصل الى 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 نوع من الشراكه، نوع من التعاون، نقول انا عايز من حضرتك ايه؟ يعني اللي شغال في القطاع الصغير والمتوسط غير الرسمي، وحضرتك عايز ايه؟ احيانا عديده فاكرين الجراف الاولاني بتاع الميدل الميسنج ميدل المنتصف الضائع، جزء كبير منه لان الشركات الشركات متناهيه الصغر والصغيره مش عارفه تكبر، مش عارفه تكبر لانها محتاجه تمويل، مش عارفه تلاقي تمويل لان البنوك خايفه تدي قروض، البنك خايف يدي قروض لانه ما يعرفش الشركه دي، لان الشركه دي ما لهاش سجلات، لان لا سيما لو كان على سبيل المثال شركه في العشوائيات اللي هي جزء كبير من القاهره واحنا مش واخدين بالنا، فالناس اللي ساكنه في العشوائيات كمان ما عندهمش اي اوراق تثبت ملكيه المنزل او مكان العمل، وبالتالي ما عندوش ضمانات. ففي مشكله من ناحيه البنوك. من ناحيه ثانيه في اللي هو بنسميه الفينشر كابيتال، راس مال المخاطر. راس مال المخاطر دي حاجه هي بتتوسع حاليا في مصر وفي الشرق الاوسط بصفه عامه، بس ما زال ضعيف. يعني المثال اللي دايما لما بنتكلم على راس المال المخاطر وقد ايه احيانا بيكون مخزي، بفتكر فيلم ليلى سقوط بغداد، فاكرينه؟ مين اللي قال بسمه؟ مش اللقطه دي خالص على فكره، انت مخك راح. لا بفتكر الجزء بتاع لما راحوا لحسن كامي اللي هو كان رجل اعمال، اللي هو في المثال بتاعنا هو راس المال المخاطر، قالوا له عندنا مشروع كبير وكذا كذا محتاج تمويل. رد عليه قال له ايه؟ قال له طب تعالى بقى نعمل مشروع رنات موبايل.
يعني ده أسوأ رأس مال مخاطر ممكن يحصل لنا. بس يعني ده في بالي، ده المثال اللي انا بديه لما اكون بنتكلم على ليه قد ايه احنا محتاجين نشتغل على قضية تمويل القطاع الخاص الصغير. في حاجات كويسة بتحصل. انتوا فاكرين الإعلان ده؟ ده كان إعلان بنك من البنوك في رمضان، وكان بيقول لو عندك مشروع تعالى واحنا هنمولك. خلوا بالكم ان ده، يعني انا دلوقتي يعني نخرج بس من موضوع الشركات غير الرسميه، نتكلم في القطاع الخاص الصغير المتوسط بصفه عامه. دلوقتي لو احنا عايزين نشجع الناس انها تتوسع، يبقى لازم نديهم الامكانيات. وفي محاولات جاده، في محاولات ممتازه، انا شايف ان ده واحد منهم. والناس تفاعلت على فكره، الناس كتير تفاعلت بايجابيه جدا مع الاعلان ده، مع العرض ده من البنك، وراحوا فعلا يطلبوا قرض. الجورنال كان بيقول ان عدد القروض زاد بنسبه 40%، وده رقم مذهل. زملائنا في البنك الاهلي بيقولوا لي ان عدد الناس كان مهول. صحيح ان الناس كتير مش عارفه قوي القرض بيتكلم عن ايه. في ناس قالت لهم طب انت شايفني المفروض اشتغل ايه واديني قرض اشتغله. في ناس راحت قالت لهم انا عندي مشروع، انا عايز اتجوز، والجواز ده مشروع. فكان يعني زميلي كان بيشتغل في الكويت، قال الحقيقه مش ده المشروع اللي احنا بندور عليه. لكن كتير من الناس راحت فعلا عندها افكار. كتير من الناس اللي كانت شغاله بالفعل في القطاع غير الرسمي قالت طيب اوكي انا عايز اتوسع، انا محتاج فلوس، انا همشي معاك في اجراءات، هاخد قرض، هسجل نفسي وهكذا. يبقى مفهوم الشراكه ده مع القطاع الخاص لازم نبطل نخاف ونتعامل مع القطاع الخاص الصغير بان هو احنا قلقانين منه، ان هو خطر، ولازم نبتدي نبني فكره الشراكه دي. المشروع انا شغال عليه مع المجموعه البحثيه بتاعتي، بنحاول نساعد البنوك التجاريه انها تقيم الناس اللي في الشركات الصغيره المتوسطه اللي جايين يطلبوا قرض. والكلام ده عملناه عن طريق ان احنا ابتدينا نشوف ايه العناصر المكونه لرائد الاعمال الكويس. ابتدينا نشوف ايه اللي يجعل البني ادم انتربرينور كويس. الكلام ده كان يعني ابحاث على مدار عده سنوات، ولقوا ان في يمكن اربع عناصر اساسيه هي دي اللي بنبص عليها. ضمنها المهارات التجاريه، الذكاء المهنيه، وطباع الشخص نفسه. فبنحاول المشروع اللي احنا شغالين عليه في مجموعه من الدول، لما حد بيروح يطلب قرض بنقول له طيب فضلك اعمل استبيان ده، والبنك بيشوف الريزلتس اللي بتطلع من الاستبيان او الاختبار اللي الشخص اللي طالب القرض ده بيعمله، وبيستعمل ده في ان هو يقرر والله الشخص ده احتمال ان هو يكون خطر، بمعنى ان هو مش هيسدد، عالي احتمال ان هو يكون هيسدد بانتظام وهكذا. فده مشروع انا شغال عليه اليومين دول، وهنبتدي في مصر ان شاء الله. اختم بحاجه صغيره، ان دلوقتي يعني انا سالتكم على قرض على البنك الدولي لحاجه. القرض على البنك الدولي بقى لنا سنتين بنتكلم فيه ان هو هيدي، مش قيمه القرض هي المهمه، انما المهم فيه ان هو القرض هيدي سيجنال للمستثمرين في العالم ان والله احنا كصندوق نقد دولي شايفين ان مصر مكان سيف الواحد يشتغل فيه ويستثمر فيه، تعال. انا في رأيي المتواضع، أنا ثقتي في الراجل اللي بيبيع ترمس في ميدان التحرير هو وأخوه كل يوم، سواء كان في زحمة، سواء كان في ضرب خرطوش، ثقتي في الراجل اللي بيصحى كل يوم عشان يشتغل أكبر كتير من ثقتي في رأس المال المحلي والدولي الحقيقة اللي بيهرب عند أول فرصة. فأنا حاطط ثقتي في الراجل ده، وأتمنى إن أنتوا تشاركوني في موضوعنا. شكرا جزيلا.